عقدتني هالاسواره من الصبح بلحظة اللي جابها ناجي حتى يصالحني. بس دافع حقها كتير غالي. كتير غالي وبكلتها رخوة. هزت ايد وقعت. هزت ايد؟ هلا خناقاتك انت وناجي بتسميها هزت ايد؟ هزت الحيط انعم. انتو بتتباكسوا. بحياتي ما سمعت ولا شفت اثنين مصاحبين بيتهرشوا بالايادي. انا محل للشاب باخذ الاسواره لانه ما بتستاهليها. ضبطي لها بكلتا حتى ما تعود توقع. ولا قليك ضبطي بكلتك انت وناجي هي المرخية ولا بتفرطه. ايه نامي نامي جاي تعملي لي محاضرة بعد السهرة. وليد. ايه حبيبي لا نقصتني هم بعدنا سهرانين. في شي فقت على شو؟ ايه ولا عنا بالجامعة. اوكي حبيبي بوسك باي. ايه شو بو عشو فاق وجه الصبح. اشهد ان بين سنه عمو مصطفى. بدي اقول لك عمو طلع عبالي اتغنج عليك. بتموني يا جنات. ايه هدى تعليك مش امبارحه شفتيك؟ بلا ست جنات. ايه بس ما كنت لابسه الحجاب. اليوم لبسته. بنتي ما بتكسر لي كلمتي. ما بقى تغنجي لبيك بكره بيتعود. جنات تقبريني. شو حبيبي؟ طمنيني عن مصطفى. فاطمه بإيدي فوتك لعنده ساعة اللي بدك وخليكي عنده قد ما بدك بس إني طمني. هيدي مش شغلتي هيدي شغلة الحكمة. عكل هلأ بيجي الحكيم بيشوفه. بدك شي عمو مصطفى؟ سلامتك ست جنات. سلامتك. الله يسلمك. أمي أنا صار لازم روح عشان
بدك شي بابا؟ ديري بالك على حالك. وينو أحمد؟ اليوم الشغل لفوق راسه يقبرني. ما تنق عليه، أنا حدك وجنيت هون. ما تنق. هي لبسته لحالها أو أنت نعتيها؟ المهم لبسته. لا بقلة. ألو جاي. البابا بالمستشفى. أوكي خلص لما نوصل بخبرك. أوكي. بتعرفي؟ خبريت وليد ما نيمتني. فكرت في شي بيحرز. ما في شي بيحرز كارمن. مش شايفة شي بيحرز بخبريته؟ انه لا. صوت. في 3000 غيره شو منهم؟ قول انت اساسا الاشياء اللي بتحرز عندك قليلة نادرة. لا يا زينة لا. يعني اللي بيسمعك بيقول انت عندك كل شي كل شي له قيمة. من صاحبك وجر. صطفلة. انت ملاقية شغلة بتحرز، انا لا. بدك تروح على الجامعة اليوم ولا بلاها؟ صفوفنا على الأربعة بعدها الساعة واحدة. طيب أنا أروح على البيت غير تيابة بلاقيك هونيك. أوكي كليلك لأمي. إيه عفيك. مين؟ الأستاذ. هاي بوبا، اشتقتلك كتير. من وين عم تحكي؟ واو مدريد. اي متى راجع؟ يلا رجعوا انت وماما، اشتقت لكم. نو everything is okay. ولوين بدهم يبعت ورقة القصة لكان؟ لهون. بيكونوا بعتوها لهون هون ودوا لك اياها. يلا ما تطولوا علي. باي. امتين راجعين من غير شر؟ الماما بباري والبابا بمدريد، بيلتقوا بروما وبيرجعوا. ما بسمع الا ببلاد بلاد بهالبيت. كيف يعني رح تسجل فيه؟ مش قادر اتسجل بالكورس هالفصل دكتور نسا. صار لك عم تأجله 3 فصولي. بيي دكتور، بيي. حتى مع المنحة اللي معك؟ حتى مع المنحة اللي معي. بي مريض كتير وانا مضطر اشتغل اكثر من شغلي. مثل ما بتعرف مرض بي بيكلف كتير. وزاره الصحه عم تدفع جزء وانا عم بدفع جزء الثاني. فشو بعمل؟ اللي بتعمله انك تتركني افكر. ما رح اقبل تاجل هالكورس بعد. ولا انا رح اقبل. بس للضروره احكيم دكتور منسى. طيب تركني افكر، لس بد ما الاقي حل. شكرا دكتور. سلمت بيك يا احمد. الله يسلمك. عفوا. هلا دكتور تفضل. بدك شي دكتور وليد؟ لا لا بس هالشاب مين؟ احمد الشعار تلميذ عنا. بعرف انه تلميذ عنا بالجامعة. امبارح ذكرت وين شايفه، تلميذ عنا بالجامعة. بعرف قصدي عرفت. بك شي دكتور؟ رايق؟ في شي؟ لا 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 بس هيك شغله، قصة غريبة. مش مهم. دخلك بأي كلية؟ أحمد؟ إيه؟ كمبيوتر ساينس، بعيد عن مجالك. بدك منه شي؟ لا لا مجرد سؤال. مية طالب بيكون ظاهر من قوتي متفايت، ليش أحمد الشعار بالذات همك أمره؟ على فكرة بريليانت بمجاله، مع إنه هيدي خامس سنة بعد ما خلص. هلا كان عندي بدي اجل كورس مهم لبعدين. اوف ليه؟ المهم خلينا بموضوعنا اللي بعت وراك كرماله. تفضل دكتور منسى، شو الموضوع؟ كبسه وكبستين مثل العاده بلا سكر. وقعدت السجلات ورح ادبرهم، ما تاكل اياهم. طيب
طيب يا ماما، اوكي طيب. طيب خلص اوكي. طمنيني بابا كيف هلا؟ ايه؟ شو بكي واقفة سنون؟ ابدا ابدا ما تفهمني غلط دكتور وليد. مش قصة افهمك صح او غلط دكتور منسى، بس انت عندك اعتراض على علاقتي بكارمن حجار. مش اعتراض، بس حضرتك استاذة وهي تلميذتك، انت بتعرف صراع التلميذ. على شو؟ على قلبي؟ اوكي، قلبي اختار كارمن حجار. هلا هي تلميذتي او بعدها تلميذتي، بس انت الجاي ما رح تضل. ما اختلفنا لا اختلفنا دكتور منسى، اختلفنا على المبدا مش بس على التفاصيل. مبدا شو يا وليد؟ اسمح لي اقول لك وليد بدون لقب دكتور، بعتبرك مثل ابني. عادي دكتور منسى، اساسا هيدي مش اول مره بتندهلي فيها وليد. مبدا شو يا ابني؟ مبدا الدهرة مع تلميذتك؟ مبدا السهر بالنيتات والروحات والمجيات؟ هيدا المبدا المختلف فيه معي؟ لا دكتور، مبدا حبي لتلميذتي الجامعيه يلي عمرها 22 سنه الراجدي، مبدا اني عم ببني معها شيء للمستقبل، مش علاقه عابره او نزوه بتخلص. دكتور منسى انا عمري 37 سنه، مش تلميذ ترمينال مصاحب بنت بالبروفي. دكتور منسى بتمنى تشوف علاقتي بكارمن من هالزاويه، وانت تكون المدافع عني اذا حدا حكي او نمر. شو هالبالي باركينج اللي مهدي تليفونه؟ شو فكرك حبيبتي؟ هولي بيطلعوا أكثر مني ومنك. أكيد أكثر مني ومنك، ليش نحنا منطلع بالأول؟ إيه ليه ما منطلع؟ ها؟ شرف لي أنا بطلع على خلقه. شو دكتور؟ عم طلع لك خلقك كارمن؟ كارمن، الحيني على الصف. على الصف؟ بعد بكيت يبلش الصف؟ عاوزك تنتهي الحيني قبل ما يبلش. اوكي حكيم اوكي، ممنونك انا كلك زو باي. شو احمد هذا؟ كيف صار بيك؟ مش منيح امبارح واقع. منظورين انتو؟ شو يعني؟ هلا كل شي في عندك اصحاب مسيحية، ما بتعرف الندر؟ ما عندكم ندر؟ فهمت عليك، لا مش منظورين. البركة، روحوا في الندر. مش لاقوا في الديوني بالاول؟ ما عاوز شي، بدك شي؟ سلامة قلبك حبيبي، شكرا. أحمد أنت مثل خيي ما تستحق. وأنت كمان. طيب سلامتو. وبدك تفوت على الصف؟ هلا أنا بلحقك، روح. هاي، ما كنت عارفة انك معنا بالجامعة. معكم؟ مين يعني؟ انا قصدي معي انا بالجامعة. بسيطة، هيك عرفتي. فيني اعزمك على فنجان قهوة؟ لا هيدي خليها علي انا. مش مهم، بدي اعتذر منك. بسيطة ما بتحرص. بليز خليني ارضي ضميري. شو؟ كيف تحبي قهوتك؟ أنا عم بشرب. طيب أنا رح أجيب قهوتي. ألو؟ شو؟ سوري بعتذر.
مش قادر اقعد معك غير مره باذنك. تفضل. شو هيدا؟ شو هو؟ من أي متى بتحطي حجاب؟ امبارح بالليل ما كان في شيء. مش معنى هلا جيتي؟ لا جيت لما حكيتني بس شغلت شوي بالمعمل هلا لفتيت. قربي لشوف. بعد اجريك عم توجعك؟ صارت احسن. طيب قربي نبهلي. أكيد بقي شي اليوم. معلش يا بيه مشغول بالي على بيي. صحيح ما سألتك كيف صار بيك؟ خبريني. شو هي اللي بتصير؟ شو صار له سيد جنات؟ عارض على الوقعة والكسر ما تشغلوا بيكم عم نهتم فيه. يدلي أنا إذا رح نخلص ويرتاح الزلمة يا ربي دخلك. يا فاطمة ما قلت لك ما تقولي له لأحمد وتشغلي له باله، أنا وياك بنهتم فيه. فيي أعرف لشو البكي هلا؟ كل مرة بنكون قاعدين مبسوطين بتنهي لي إياها ببكي. ليش؟ عارف ليش؟ بلا عارف ليش بس خلص بلا نق وبكي واكره شي على قلب الرجال مره بتنق. البكي يعني الندم. ندمان على عادتك معي؟ بحبك ألبير. عظيم وأنا بحبك يعني ما في ندم. بس في حرام اللي عم نعمله حرام. رجعنا للحلال وللحرام. ما عندك غير كلمة تانية هدى. خلص بقى بحبك وبتحبيني ومبسوطين مع بعض. كبي كل شي برا. مرة بقول لحالي خلص يا بنت عيب يا بنت حرام يا بنت بس أنا برجع مكسورة ألبير. مش مكسورة مغرومة. شو دفع الغرام من رجال مجوز؟ هلا اللي عرفت إنه مجوز؟ ما من الأول عارفة إني مجوز. لهالسبب حامل الذنب وحدة. انت رجال ألبير ما بتفرق معك بس انا المصيبه واقعه على راسي. هو علينا رجعنا للحرام والمصيبه. هدى هدى ما بدك ما بدك. مش معقول هدى كتير بتنقي. خلص بقى شو بدك يعني اعمل يعني بترك مرتي لاتجوزك ليبطل في حرام وذنب ومصايب؟ مستحيل المصايب تعتقنا بس كتر خيرك يا رب كتر خيرك. لا نسألك رد القضاء بل نسألك اللطف فيه يا أرحم الراحمين يا رب.
انه تركتوه مرتاح؟ تركني مش حاسس بشي. تدلي كيف تركناه وعلى مين تركناه؟ تركناه على الله والمستشفى يا امي. نحن كنا حاطينه درجة أولى، كنا بقينا معه، بس للأسف يمكن حاطينه درجة تانية، وإذا بدك تالتة ورابعة وخامسة. ولولا الله والست جنات كنا حطيناه على رصيف قدام المستشفى. بشار أحمد هذا بيي، والله بقطع لحمي وبشفيه. اللي كان مفروض دايم منه ما لقيته، ما بدي اطلع كذاب مع ست جنات انه حط بي على مسؤوليتها بالمستشفى. يا ريت تجيبي لي ذهبيتك. مصريات الموقف يا ابني، شغل الليل. كله جاي دوره امي، كله جاي دوره. هلا خلينا نشوف كيف فينا نرهن دبايات اختي او شي نبيعهم، وباقي ندفعوا من مصريات شغل الليل. هو جايبه، هو جايبني، هو جابني انا وياك احمد على هالدنيا. هدايا الذهب ومال الدنيا لو كان معي. خدوا الخير سيسر، خدوا. ما بدك تاكلي ست زينة؟ العشاء عامل عشاء طيب اليوم، اول مره بيعمل اكل طيب للي. عم بغريك ست زينة لتاكلي، جيتي ما اكلتي وبعدك لهلا من دون عشاء. كيف ممكن انا اغريكي للي حتى تتركيني لحالي كفي شغلي؟ زهقانه ست زينة، لا الاستاذ مروان هون ولا الست ماتيلدا هون والاستاذ ميشيل مسافر. العشاء عم يعمل عشاء الك والي واله، والشغل خفيف. زهقانة. ما أنا زهقانة كمان. صحيح البابا والماما إن كانوا هون كأنهم مش هون، بس بضل في حركة بالبيت. بيقبرني ميشو لما يجي، كتير اشتقت له. قومي كلي. شو؟ لا الأستاذ ناجي ولا الست كارمن اليوم؟ ما الهيئة. دخلك ست زينة. الهيئة ما رح أخلص منك بسهولة إذا مزعوجة لفل. لا لا خليكي عم بتسليني. ليكي طيب، شو بتحسي لما تتذكري إنك بتحبي الأستاذ ناجي؟ سؤالي بيضحك ست زينة، سخيف ما هيك؟ عادي عادي. شو بحس لما أتذكر إني بحب ناجي؟ هيدا هو السؤال. كري ديب. الو؟ ايه حبيبي؟ لا بالأوضة انا وليلي. ست زينة ما تقولي له عن شو كنا عم نحكي. اوكي ما تخافي ما رح اقله. لا حبيبي عم نمزح انا وليلي. اوكي نو بروبلم، باي. أنا قلت إجا تليفون ليخلصني مني. كريم مشغول الليلة. ست زينة ما تطنشي على السؤال. شوفي يا ست لي، مين قال إني بتذكر إني بحب ناجي تقلك شو بحس؟ الحب مش حالة نسيان أو تذكر، الحب حالة سافوار فيفر. والله؟ وين بلاقي منه هذا الأجنبي اللي قلتي هلا؟ مهضومة لي. سافوار فيفر يعني نمط حياة، ستيل، أسلوب. اللي فهمتيه عتمديه. أسلوب أسلوب عال. أنا بحب ناجي يعني أسلوب حياتي فيه حب ناجي. منشوف بعض، منظهر،
بيحكيني بحكي نسهر. فهمت علي؟ ولما تتخانقوا. برافو ليلي، كمان اسلوب. كل اتنين بيحبوا بعض ممكن يتخانقوا. انت مثلا ما بتتخانقي مع اللي بتحبي؟ وبضربه كمان. اف، ولو ست زينة عم تتمسخر علي. ليش؟ ليش انا مين عم شوف بحب؟ بدك تقنعيني انك ما انغرمتي لهلا؟ قديش صار عمرك؟ 20. ولما كان عمري 15 جابني بي لاشتغل عند الاستاذ مروان ومدامته، وهي كانت من الضيعه على هالبيت. فمين بدي اشوف ومين بدي احب؟ بس اذا بدك ترجعي لرايي، حسب ما بحضر بالمسلسلات، اللي بحبوا بعض ما لازم يتخانقوا ابدا 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 ابدا. لازم بس يكون في تبويس. ليلي. نعم ست زينة. بتروحي معي مشوار؟ أنا؟ ليش أنت من شو بتشكي؟ حلوة وبتجنني. وشو كمان ست زينة؟ ومهضومة كمان. مرسي. بس لوين رايحين؟ نشد شباب. نشد شباب؟ كيف يعني؟ نربطهم ونشدهم؟ وأي شباب؟ ولوين بدنا نشدهم؟ هلا بتشوفي. بدك تنامي امي؟ لو جايني نوم كنت نمت. نامي امي نامي، اكسبي لك شوية قوة. عندك ايام عصيبة بدها نشاط وسهر وتعب. والله العظيم مستعدة انقل صخور بس ارجع اشوف بيك قاعد قدامي بالبيت. حدا علق على حجاب بالشغل؟ ما حدا. وشو قال لك الخواجة البير؟ ما بقى رح ألبسه أمي. شو؟ ما بقى رح ألبسه. ليش؟ حاسة حالي عم بلبسه كرمال بيي. إيه وقالي لي تعملي شي كرمال بيك؟ ما بعرف أمي، حاسة حالي عم كذب. إيه بس بس عيب هالحكي، هيدا حجاب شرعي. لا عم نقلك غطي وشك ولا تنقوز من ورا توب أسود، حجاب شرعي. أمي هالأشياء مش لازم تكون نابعة من إيمان وقناعة؟ اتعودي عليه، بتتعودي على الإيمان وبصير عندك قناعة. فهمتي؟ فهمت. ليكي يا بنتي، خديها نصيحة من أمك اللي ما بدها غير بصلحتك. أنا مسلمة مؤمنة والحمد لله، وكمان عندي أصحاب ومعارف مسيحية، يعني مش متعصبة. وجنات بنت ضيعتنا أكبر دليل قدامك، مهتم ببيك وبتحبنا ونحن منحبها. بس أنت عم تشتغلي عن جماعة مسيحية وهون المشكلة. أي مشكلة أمي؟ الشغل عندهم يا ماما بخلينا نصير مثلهم، يعني نفكر مثلهم نلبس مثلهم. لهالسبب عم بقلك تعودي على الإيمان بصير عندك قناعة. عشان ما عندهم إيمان؟ أنا ما قلت هيك. كل واحد عدينه الله يعينه. أنت اعملي اللي بيفرض عليك إيمانك وبس، وربنا هو الدين. ما صار لي اسألك، كيف بيك اليوم؟ والله حالته لورا يا معلمي.
يا زلمه لمن الله بحط عينه على حدا ما بيعود يشوف نهار طبيعي. كتر خير والله. هو الوحيد اللي يحمل على مكروسي هو. انت بتعجبني يا صاحبي. انت لازم تكون معزز ومكرم اكثر من هيك. بسيط يا معلمي، المهم اللقمه نظيفه والصحه كثير منيحه. بدي ايه الله بصير. لهالدرجه متكل عليه؟ انت كان عم بني ادم ما مشي الحال. وارادتك؟ هذه اراده الله اللي فيي. مسوار احمد هون؟ ايه نعم. بليز فيك تايتلو؟ كماني. مين هيدا ست زينب؟ هيدا الفالي باركينج. شو هالاسم هيدا؟ احمد شو ناطرين ست زينب؟ مين ناطرين؟ مش شو ناطرين؟ مونسوار. مونسوار ايه؟ ما بدك تاخد السيارة؟ لوين؟ اف امبارح كنت مستقتل تفتح الباب وتاخد السيارة، اليوم بطلت؟ ليش الشاب التاني ما اخدها؟ أنا بدي الأولاني. أنت في حديث وفنجان قهوة ما تكفوا بالجامعة. أو جاي الكافي هون؟ عندك مانع؟ مانع لا، بس ما عندي وقت وأنا هلأ بالشغل، بعدين جاي أنت وصاحبتك لتسهروا هون، فبعتقد ما عندكم وقت كمان، فمنكفي موضوعنا بالجامعة، المكان الطبيعي. تعرف أنك مش هين؟ شكرا. إذا بتحبوا صفكم السيارة وتكفوا سهرتكم هون فأهلا وسهلا فيكم. افتح لي الباب. ليلي زلم. حاضر ست زينة. ست زينة؟ اصحابك بندهولك هيك؟ خد السيارة وبس. عرفتني؟ اكيد. ولو حلا ننساكي، اتهمتينا بالسرقه. بدي احكي مع احمد كلمتين، تسمح له؟ عم تساليني الي؟ اسالي له. هو قال مشغول وحضرتك المسؤول عنه، تسمح له؟ شو يا احمد؟ اسمح لك؟ والله الكلمه كلمتك يا معلم. عليك الامان، شوف شو بدك. ما بقدر اقول لك شو حسيت لما ناجي فتح التابلو. شو حسيتي؟ اللي بتقد الكمشه. يا ارض انشقه وبلعينه. عيطنا على الزلمه وبهدلناه، هو ضبه هو خباها. سوري عن جد سوري. ما بقدر اقول لك شو حسيت. قد الكمشه؟ ايه ما هي الاسوار قد الكمشه. كيف يعني؟ شوفي دمازل زينة، ناجي كان معه حق. اسمه ناجي ما هيك؟ ناجي كان معه حق لما شك لأول وهلة انه الصورة انسرقت، على شرط يكونوا مؤكد انه شافها لما وقعت بأرض السيارة. ليكون مؤكد لازم يكون شافها، فهو شافها لما وقعت لما كنتوا عم تخنقوا. ناجي قال انه ما كان لازم تضب الأسوارة بالتابلو. ولا مد ايدي عليها مش هيك؟ صحيح. يتركها محلها وبأحسن الحالات فوت لنا اياها لجوا. عظيم، يعني هلا انا بالاخر طلع حق علي. نو ابدا مش هيدا قصدي، بس بتعرفي دمازيل زينة موضوع الجلسة تبدل.
تبدل؟ ايه يعني انه بالجامعة كان بدك تعتذري وهون كمان وبعدك ما اعتذرتي. شفتي كيف؟ غير انك مش هين احمد. احمد شو؟ شعر. غير انك مش هين احمد الشعر وقح كمان. مرسي زينة. زينة شو؟ صابر. دموازيل زينة صابر. شرفنا. في قول رأيي؟ بشو؟ بحضرتك. مع انه ما بيهمني بس قوله. اوكي. مشكلك كتير قريب. مرسي. نزال من السيارة. عمول معروف؟ عن جد مشكلك قريب ولو ما عم بمزح معك. بعدين هيك قلتي عني سرق وما زعلت منك. ولما جيت انا حتى اعتذر صرت تتلأمن علي. نزال من السيارة. بعتذر انا ما كنت عم اتلأمن عليكي. انا كنت عم بمزح مع زميلي اللي بالجامعة وافتكرت انه زمانتنا بتلغي نفاليا باركينج والصبية الحلوة اللي معها سيارة اغلى من اسوارتها بحق 10 دولار. فانا مرة تانية بعتذر منك بالاذن. ليش ما سرقتها؟ ليش ما شو؟ سرقتها، اخذتها. ورقة الباركينج بتقول غير مسؤولين عن اللي بينفقد بالسيارة. معقول سؤالك؟ كان فيك تبيعها. لكن مزلزلة انا عم باخذ بعطي معك بالحديث لانه بدي اعرف لما بدك توصلي معي باستفزازك لالي. فاللعبة حلوة وسؤالك كمان حلو. ليش ما سرقتها بكل بساطة؟ لأني ماني حرامي. مثل ما شفتك بالكافيتيريا كنت عم تعد مصرياتك. محتاج صحيح بس ماني حرامي. ونقطع السطر. ست زينة، ست زينة. شو بكي؟ شوفي مين في هون. عملت شي غلط ست زينة؟ خلينا نفل. قبل ما تهدى اعصابك ما تفلي من هون. اعصابي هادية. ليلي يلا. لا ليلي. شو بقول له ست زينة؟ حاضر استاذ احمد؟ نموذج زينة؟ فيني اعزمكم على فنجان قهوة؟ اكيد ما دخلني. بس انت ما شفتي كيف صار لون وجهك لما شفتي؟ مين هيدي اللي كانت مع الاستاذ ناجي؟ حلوة؟ لا بهيدي نزعتيها ليلي. بحياتك ما تقولي قدام بنت انه بنت تانية حلوة. هلا هيديك حلوة بس الست زينة قمر. ما بتتقارن بحيالله حدا. ليلي يا اسكتي يا قومي قاعدة على غير طاولة. لا ما تسكتي ليلي. إن بعض الظن إثم. هلا أكيد المشهد منه حلو ولا مستحب بس الموقف منه بده تأكد زينة. لو أنت مطرحي وشفتني مع شاب بالسيارة بعد ما حكيتك وقلت لك فايت نام كان كمان بعضه ظني إثم؟ كان كمان الموقف بده تأكد؟ طيب خلص خدي التليفون واتصلي فيه شوفي وين برا شوفي نايم على اليمين على الشمال. صرت مضحكني مرتين بوقت تهيأ لي صعب كتير ابتسم. بتحبي؟ وإلا ما بحكي معه. إذا كل واحد بنحكي معه بدنا نحبه بتكون مصيبة كبيرة. بحكي معه يعني بصاحبه. يعني أنت ما بتحبي أنت مصاحبتي؟ إف ما معقول شو حشور. مسي على النسكافيه. قومي ليلي. نحن اتفقنا انه ما بتفلي قبل ما تهدى اعصابك. ما اتفقنا على شيء. واترك لي ايدي بليز. انا بعتذر بس بليز احكي معه اتصلي فيه وبعدين اعمل اللي بدك اياه. Oh,
حبيبي. هاي. في شي حياتي؟ في ضجة حدك، وينك؟ ضجة؟ ضجة شو؟ أنا بالبيت. For love.